من النبي اللي بيقول لك لا ما تفرحوش بيه، يا سلام لو انتوا ايمانكم اقوى من اهل المدينه، ما ده اهل المدينه لما عرفوا بهجره النبي شوف عملوا ايه. كل يوم اسبوع كامل يطلعوا يقفوا على مشارف المدينه بالليل وبالنهار وفي الحر وفي الشد، كله بينتظروا يا ترى موكب النبي جه ولا لا، النبي دخل ولا، واول ما هل هلاله فداك ابي وامي ونفسي التي بين جنبي، يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله في هذه الليله العطره المباركه. شوف كل الرجال كل النساء كل الاطفال سابوا البيوت وقاموا طالعين علشان يقولوا مع بعض طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع. شوف ادب اهل المدينه اللي لسه ما اسلموش كمان بيه، شوف بيقولوا ايه، جئت بالامر الايه المطاع. يبقى الهجره كانت بامر ما كانتش فرار زي ما بعض الناس، ده انا يعني انا بحزن لما الاقي بعض حتى المنتمين للوعظ والارشاد يقول لك ايه ده فر بدينه، لا ما فرش معاذ الله، ولكن صدر الامر من قبل احكم الحاكمين ورب العالمين، يا محمد دولتك هتبدا من هنا، واختار الله له تلك البقعه من الارض وهي المدينه. سنيه الوداع، ما هي ثنية الوداع؟ سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وانت بتقف امام المشهد العظيم المشهد الجميل، اولا هو البدر صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات ربي وتسليماته عليه الذي ضربت له اروع الامثلة في انه من اجمل وافضل خلق الله على الاطلاق، ولذلك كان هذا التعبير طلع البدر علينا ما دعا لله داع، وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع. وهنا كانت الحفاوة بي صلى الله عليه وسلم، شوف لما دخل حتى أنا عايزه ببيتي الناقة القصواء واللي حوله، نعم شوف بقى، أيوة حتى الناقة، نعم صدر لها الأمر الإلهي، نعم دخلت خلاص، نعم طب إحنا أنا عايز أنال الشرف في بيتي، لو النبي ميز حد على حد كان هيحصل مشكلة، فيقوم النبي يقول ايه دعوها فإنها مأمورة. وعلى فكرة واحد يقول لي يعني احنا بالنبي بتاعنا نحتكم للجمل، لا تحتكم لإرادة الله، فتقوم الناقة تمر على بيت الوبيت الوبيت إلى أن تقف أمام بيت رجل أحبه الله، سيدنا أبو أيوب الأنصاري، واللي يروح المدينة النهاردة يلاقي وقف باسم سيدنا أبو أيوب الأنصاري وبيت سيدنا أبو أيوب. سيدنا النبي بعض الروايات تقول لك أنه طلع علشان ينام في أعلى الدار، سيدنا أيوب قال له لا ما أقدرش، يعني هو سكنه في الدور الأولاني وطالع ينام على سطح الدار، قال له لم يأتي النوم لعين، ليه؟ كيف أرقى هذا الرقي، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما جاوزتها سماء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف كمان ما عندوش شهوة الانتقام، الخراب اللي بين الناس في العلاقات الاجتماعية، لا حد طايق أخ ولا زوجة ولا عم ولا خال، شوف لما أعداءه لما يروح الطائف يتكتلوا عليه